عسلامة. عسلامة يلا. مرحبا بيك. وبيك عايشك. عايشك. خلينا نتعرفوا عليك. أنا اسمي منير. دكتوري متقاعد من الوظيفة العمومية. ما غير ما نقولوا شنية. الإدارة. أطول الموضوع وحده يقول. حبينا نحكيه شوية على الوضع البيئي في تونس وخاصة نحبوا نحكيه على الكلاب السائبة. حالة كارثية. شنو كلاب سايبة يمشيوا بحذاك ما تعرفش عليه مكلوب مش مكلوب ينقز عليك يقدمك. قبل كانت البلديات مش البلدية تونس البلديات كانت عندها القنص. نعم احنا ضد القنص. عليه ضد القنص هذه شوف مادام هما يضروا فما برشا حلول. احنا ليش نوصلهم يضروا ما لازمنا نقوموا بال ايه شنو الحلول؟ الحلول نسيبوهم مش نسيبوهم مسيو احنا من الاول ما يلزمناش نخليوهم يتكاثروا اكثر يلزمهم تلقيح ما بالتناسل يكثروا نعملوا لهم ديزوبيراسيون مثلا اي وقدر نقعدوا نصطادوا فيهم وما عاد نعملوا واحد هو توا حاجه صعيب هذا الحل هذا توا صعيب نجم تحصلوا لكن من الاول نحكي احنا من الاول قبل ما يتكاثروا للدرجه هذه قبل ما يوليوا في كل مكان يعني كان لازم انه اسمع الوقايه خير من العلاج مش من القنص ماهوش حلال انت تقول مش حلال علاش انت تحلل ولا تحرم فهمني ماذا ما تضر فيك اكل هيشه هذيك تقتل سيتو اخي احنا حبينا لها الواحد هكا هو يدوروا من البلاصه لبلاصه وهي الكلاب سايبه بركه والقطاطس الكلاب موجود في كل بلاصه حتى القطاس تحبوا القنص تحبوا تقنصوهم مش نقنصوهم كي تخبش قطوسه ما تعرفش عليها مكلوبه ولا مش نجموا نمشيو نلقحوا اه نلقحوا شوف انا قلت لك كلمه نرجع للكلمه نتاعي الوقايه خير من العلاج تو انت كي تخبش قطوسه تمشي في بالك اللي فيها هي مكلوبه ولا هاد ما تمشي انا عن تجربه خبشتني ولقحت مشيت ولقحت انت واعيه انت تفهم فما خيرك ما نقولوا ما زادوا علينا والدنيا غلطت هاي قالت لك الدنيا غلطت فهمتي بيدك بي قلت لي مسيو مش كان الكلاب قلت لي زاد القطط ما احنا ناقصين وعي ناقصين وعي ما عندناش النوسيون باش كيفاش نربيو كيفاش نلقحوا الكلاب كيفاش نهزوه ونلقحوا له ايش بيه اخي توا كلبه تولد في الشارع اخي نورمال مو يهزوها ويلقحوا لها هي حتى كل شيء ويديروا قبل ما يكبر العدد هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه لكن للاسف زاد القنص ماهوش حل احنا نشوفوه ايش نعملوا الحل؟ ما عندنا حتى حل الحل الوحيد احنا نقلصوا من العدد نتاعها مثلا نقلصوا ومن بعد نتخذوا الحلول وكل واحد مسؤول ممنوع تربية الكلاب في المناطق البلدية ممنوع منع باتا ونشوفوا الكلاب هذيا كيفاش ملقحة كيفاش الكرنيات نتاعها كيفاش ونتابعوهم عبارة واحد منا راهو من العائلة راهو عجبك انت تتعدى والكلب ما تعرفش عليه وقت يجي المرض ها ويقدمك وتمشي فيك في الحشاش تقعد تلوج عليه باش تهزو الباستور انت هو يطلبوا عليك معناها الكلب اللي عضك او القطه اللي عضتك التلقيح راه هي وقائيه راهي التلقيح لازمك تغسل بالصابون الاخضر وتصب الماء وتعاود وشوف شوف تنجح العمليه شوف لازم الانسان يلقح قبل ما يفوت معناها اي نهار ولا في الابان يلزمو التلقيح هذاك يلزمو ينظف ماهوش تلقيح واحد زي راهو ثلاثة مرات برشا تلقيح معناها تلقيح اي في المكان اللي تخبشت فيه وفي برشا اماكن اخرى وتقعد ديما تلقح ولو حتى الكلب ولا الكلبه اللي قدمتك ولا خبشتك ولو تعرفها انت لبس عليها يلزمك تلقح بار كونترانت يلزمك تلقح اي تمشي للسبيطار وفي السبيطار مش الكل لا ثم باستور ثم برشا سبيطارات راهو في المناطق الجهويه ثم ومش الممرضين الكل يلقحوا راهو ناس مختصه اي ولهذا الظاهره نتاع الكلاب السايبه لازمنا نقضيو عليها قد
ناخذوا عليها. احكي لي مسيو، انتم كنتوا تستعملوا عمليه القنص، من بعد شنو عم تعملوا بالضبط؟ القنص بخلاف القنص، لا هذاك هو. انا البريود اللي كنت نشتغل فيها كنا نعملوا القنص ونهزوا وندفنوه الكلب، فهمني؟ على غالب الوقايه خير من العلاج. في عملية القنص تتعرض المشاكل هكا في بعض الأحياء مثلا؟ خاطر أنا نتصور كان هكا عون بلدية باش يمشي، يعني شو مش العوان البلدية كلها مؤهلة باش تمشي الإنسان اللي هو اللي قاعد يقوم بالعملية هذه، هل يعني اللي يسكنوا في الأحياء هذيك يخليك ليه ولا كيفاش بالضبط؟ خاطر نورمالمون القنص يصير في الواحد، يصير في الليل، فهمني؟ يصير في الليل وتتهزك الجثة نتاعو ويدفنوها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كانت عملية أخرى، كانت عملية نتاع أكل كماشة، عرفتها؟ أكل كيلكولي ترونغلور، نمشيو غاديكا ونجبدوا الكلب ونخرقوا ونزوه للإدارة نتاع الوردية هذيك، فهمني؟ غاديكا هما يعالجوه. هذا حل محلي، اي حل محليه. هذاك ما عادش يعملوا فيه، ما مالوريزمون ما عادش يطبقوا فيه. الواحد هذاك يمشي يتعدى، تتعدى ثم حمله، تتعدى تلقى كلب ترمي له الكماشه نتاعو تجبده ومن بعد تطلعوا في الواحد. لكن ما عندناش حكايه امكانيات ومعدات، ما عندهمش. قبل كانت عندهم كاميونات شاحنات مؤهلة باش تهز الكلب وتحطه في القفص. توا ليه فاش باش تهز؟ تهزو في كتكات باشي في زيزو، اي فهمت؟ توا ما انت قبل كان يدوروا بالقفصات، يدوروا في القفصات. وحاجه اخرى، احنا عندنا برشا كلاب بطار. علاش؟ على خاطر الكلب هذا يلقع مع هذا، يلقع من هذا، والكلب العربي راه ستون راس، راهي برشا الناس ما تعرفش اللي هي اون راس ولا تبطر، فهمني؟ امشي سوق منصور بيطة وتشوف الكلها تشبه لبعضها. يعطيك الصحة، نخلي لك الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة فعوسة تحكي لنا على العلوش. اي وتدخلونا باش يرخصونا ان شاء الله. حتى في اللي بالميزان ناخذوا احنا كما قال الرائد، ناخذوا قطايع ونركبوه. اي يعطيك صح. غالي برشا العلوش السنه، غالي برشا وما نقدروش. صحيح الطاقه الشرائيه احنا الشهر نتاعنا قاعده تزيد، اما ما نقولوا اما المره هذه زادت بصفه غريبه. يعطيك الصحة مشي.